كيفاش تلاقينا انا ومريم. الصراحه جات عندي واحد النهار باش دار واحد الاستجواب، علاش في هذا الوقت كانت مريم صحفيه في الثقافه وبالضبط سينما ديال المغرب ديال الجزائر وديال تونس، كانت خدامه واحد المجله اللي هي في لندن، وصيفطات ليا واحد الايميل قالت لي شفت الي زوا هو الفيلم واحد اللي شفت منك وبغيت ندير واحد الاستجواب اذا كان ممكن. قلت لها مرحبا بك، وجات عندي البيو وشتا وش غنقول لك. الحب وما بغيتش نخليها تمشي، وهي ما بغاتش تمشي عاوتاني حتى هي. ومن بعد صيفطات لي ميساج قالت لي بقيت كنسمع الاستجواب اللي درت معاك وعجبتني صوتك، وانا قلت لها انت عجبتيني بزاف، الله يخليك الا بغيتي تجي عاوتاني مرحبا بك.